سوينا عرض مجانا تعبي انت ما كان موجود قبل الكورونا. سوينا عرض مجاني تعبي كارت الخمسه تعبيه انت يوميا متخابر يجيك ويا انترنت مجانا يصعد لحد 10 جيجا حسب تعبيه. طيب سوينا ايضا ناس عندها رصيد وما تريد تطلع من البيت تريد بس صلاحيه. هذا مو مجاني اكمل لك باشا. بس هذا مو مجاني هذا عبي كارت انا يلا تنطيني ما منطيني يا بلاش 5000 تاخذ فل لك تستخدم استخدامك العادي انت ما تعبي رصيد شلون تستخدم رصيد مجانا تستخدم التليفون انت لو تعبي كارت اكيد تعبي فوق التعبات مالتك حيجي جيجا بايتس اللي تحتاجها انت اليوم لعمل منزل مجانا. تحكي عن خدمه مشروطه خلينا نقول. لا مو مشروطه لا يعني بس بقى شي حل واحد استاذ بقى حل واحد انه تجي الشركه تعطيك فلوس عم ترضى عليه. لا 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 لا